السلام عليكم. هل تعتقدون أن اللغة الألمانية هي لغة صعبة؟ لا، معنا سوف تتعلمون بسهولة. والآن إلى الفيديو. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. بعض الأحيان أشاهد على الفيسبوك يعني بعض الأخوة الذين يريدون مساعدة الأخوة الذين يتعلمون اللغة الألمانية، فينشرون يعني كلمات ألمانية ويكتبون المعنى ويكتبون أيضا كيف تنطق هذه الكلمة، فيكتبون الألمانية بالعربي يعني حتى يسهلون لكم قراءة هذه الكلمة. فهذا شيء سيء جدا، لأن من يتعلم هكذا فلن يتعلم اللغة صحيح، فسوف يتعلمها من البداية خطأ ولن يستطيع في المستقبل أن يصحح نفسه، لأن بداية تعليم اللغة هو أهم شيء في اللغة، ويجب أن يكون مجرى اللغة صحيح من البداية، فالأساس مهم جدا. سوف أعطيكم أمثلة وسوف تشاهدون ما هو الاختلاف يعني بين النطق الصحيح والنطق المكتوب بالعربي. مثلا هنا انظروا، كلمة يضرب مكتوبة بالعربي شلاجين، شلاجين كما هي مكتوبة هنا، وهي تلفظ بالألماني الصحيح هو شلاجن، شلاجن يعني من شلاجين إلى شلاجن. كلمة ينام مكتوبة بالعربي شلافين، شلافين وهي شلافن، شلافن. يعني حتى تلاحظوا الاختلاف، فمن يتعلم بالبداية أن يقول شلافين فصعب أن يصحح نفسه في المستقبل. هنا الفعل الثالث مكتوب يلمع شلايفين، شلايفين وهي شلايفن، شلايفن يعني تنطق شلايفن وليس شلايفين، والمعنى هنا يعني أصلا خطأ، ليس يلمع، لأن يلمع معناها بوليرن، بوليرن يعني يلمع، شلايفن يعني احتكاك جسمين ببعضهم البعض أو فرك الشيء فشلايفن، ولكن يلمع معناها بوليرن وليس شلايفن. على كل حال النطق الصحيح هو شلايفن، شلايفن. كلمة يغلق شليسين، شليسين والنطق الصحيح هو شليسن، شليسن. يبتلع هنا شلوكين، شلوكين مكتوبة شلوكين والنطق الصحيح هو شلوكن، شلوكن. هنا يرسل مكتوب شيك كين، شيك كين يعني أنا كمبتدئ سوف أقرأها هكذا شيك كين، وهي شيكن، شيكن. يتذوق شميك كين، شميك كين وهي شمكن، شمكن. يسبح شفيم مين، شفيم مين والنطق الصحيح شفيمن، شفيمن. يصرخ شغاي يين، شغاي يين وهي شراين، وهنا مكتوبة أيضا خطأ شراين، فشراين تكتب هكذا شراين. الآن يعني بالنسبة لحرف الإر، من يعني البعض يقول إر والبعض يقول إر، يعني في جنوب ألمانيا يقولون إر، وفي النمسا إر، وسويسرا في باقي أنحاء ألمانيا يقولون إغ، يعني كلتا الحالتين صحيحتين.
يعني تستطيعون أن تقولون إر وإغ. هنا يصرخ شغاين أو شراين. يكتب شغاي بين، شغاي بين. والنطق الصحيح شرايبن، شرايبن. يقطع شناي دين، والنطق الصحيح شنايدن، شنايدن. يؤلم شمير تسين، شمير تسين. والنطق الصحيح شمعتسن، شمعتسن. يذوب شميل تسين، شميل تسين. النطق الصحيح شملتسن، شملتسن. يحتفظ شباغين، شباغين. والنطق الصحيح شبارن، شبارن. يعني تستطيعون قول شباغن أيضا، ولكن ليس شباغين، شباغين. شبارن أو شباغن. يلعب شبيلين، شبيلين. وهو شبيلن، شبيلن. يشطف شبولين، شبولين. والنطق الصحيح هو شبولن، شبولن. هنا يعني يشطف الأواني عندما نجلي، فنقول يعني شبولن، وهو يعني شطف الأواني. يبصق شبوك كين، شبوك كين. والنطق الصحيح هو شبوكن، شبوكن. يحتاج، هنا هي ليس يحتاج، هي معناها يضرب اضراب. شتغاي كين، شتغاي كين. وهي شترايكن، شترايكن. يقف شتي هين، شتي هين. وهي شتين، شتين. يسرق شتي لين، شتي لين. وهي شتيلن، شتيلن. يزعج شتو غين، شتو غين. وهي تلفظ شتورن أو شتورن، شتورن أو شتورن. يعني الكلمات كما تشاهدون، من يتعلم اللغة هكذا فسوف يكون عنده مشكلة في المستقبل إذا أراد فعلا أن يتعلم اللغة بطريقة صحيحة. فأنا لا أشجع على التدريب على هذه الأشياء. يعني إذا رأيتم هذه الأشياء فلا تحاولوا أن تقرؤوها، لأنها سوف تؤثر عليكم في المستقبل. هذا هو درس اليوم، شكرا لكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا أعجبكم هذا الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب على قناتنا. Wenn euch das Video gefallen hat, dann tut ein Like auf das Video und abonniert unseren Kanal. If you like this video, leave a like and subscribe to our channel. مع السلامة. Tschüss. Goodbye.